يقول أن حكومة الكاظمي قامت بعلاقات خارجية جيدة مع الخليج، وما طلعنا من حضن إيران وما طلعنا من حضن تركيا. فعلا تركيا سيد رئيس الوزراء عدلول الياخة مالته، وفي إيران ما أدري شلون وكذا. أنا أقول شغلة واحدة، ماذا يعني صلاح ماذا يعني صلاح العلاقات الخارجية؟ أنه أنا نميت العلاقات الخارجية شنو يعني؟ يعني أننا كبلد مفترض أن يكون مستقل ذي سيادة، حققت علاقات خارجية انعكست إيجابيا على وضع الداخلي في البلد. سؤالي من خلال حضرتك إلى ضيفنا الكريم وضيفك السيد سرمد البياتي وإلى رئيس الوزراء الكاظم، ماذا قدمت هذه العلاقات؟ أنت سمحت لنفسك ونزلت من قيمة العراق أكثر عندما سمحت لنفسك أن تكون ساعي بريد ما بين الدول، ويا ريت سويت لك ملف في حظ. هذا واحد. هل استطعت أن تحقق تقدم بملف المياه مثلا؟ عندنا 3 دول، سوريا وتركيا وإيران. شنو اللي قدمته بملف المياه بتقدم علاقاتك؟ شنو اللي قدمته مع العربية السعودية بملف أنبوب النفط العراقي الذي أخذ عنوة من العراق؟ هناك أنبوب نفط أنجز بأموال عراقية في الثمانينات، ينقل النفط العراقي من البصرة ويودي إلى البحر الأحمر عن طريق السعودية، وهذا ملك للعراق 100%. ماذا فعلت بملف العلاقات مع الخليج؟ ومثلا هل استطعت أن أنه المواطن العراقي يدخل لدول الخليج بدون فيزا مثلا، حالة حال دول الخليج واعتبارها دولة خليجية؟ شنو اللي سويته بالملف؟ أنت اشتغلت ساعي بريد، اشتغلت ساعي بريد ما بين الدول على حساب دولتك. أنت كنت زين لكل الناس خارج العراق ما عدا العراقي. هذا ملف العلاقات الخارجية اللي نريد نقل عافية عليه. لم يقدم شيء أبدا. لم يستطع لا الكاظمي ولا عادل عبد المهدي أن يقول لسفير الولايات المتحدة الأمريكية، مو لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي التقوا به، أنه أنتم قمتم بعمل إرهابي على أرض مطار بغداد الدولي وقتلت قادتنا وقتلت قائد القائد الحشد الشعبي وقائد تحرير العراق.